السلام عليكم طلاب قسم التخدير. محاضرتنا اليوم هي استعراض أو مراجعة سريعة للمحاضرات السابقة، هي بيولوجي ريفيجن، يعني استعراض ووضح لكم المهم، وكل المادة هاي مطالبين بها بالامتحان. أول سؤال راح أجاوبكم عنه، هذا الملف يغني عن البقية المحاضرات السابقة؟ بلي، يغنيك عن المحاضرات السابقة. رسومات مطالبين بها؟ لا، ما مطالبين بها. السؤال اللي طرحونه، أكو محاضرة هي الميكروسكوب، الميكروسكوب ما مطالبين بها حاليا، لكن بالفاينل مطالبين بها. هاي الأسئلة. السؤال هم راح ينطرح، ست شلون ما كان خلي الأسئلة دايركت؟ لا، مستحيل أخلي الأسئلة دايركت، وإحنا مخولين ومنطينا صلاحية حتى أسئلة خارجية نخليكم. أنت طالب تجتهد، وإن كان إلكتروني راح تحاججني بأن إلكتروني، بالعكس إلكتروني قدامك المحاضرة والأستاذ عبارة يشرح 24 ساعة وياك، مو مثل الحضوري مدة الوقت ساعة، هاي الساعة بين سؤال بين شرح بين عمل بين، لا هاي كلها متواجدة قدامك. تريد تتعب تدريس ما يقدر يوصلك المادة، أحكي لك عن نفسي، أبحث بغير مكان مو مشكلة، وأنا مقتنعة قناعة تامة بأن المادة جاي أنطيك إياها بكل تفاصيلها، ماكو كلمة أعبر لك إياها، ماكو مصطلح عبره أفسر لك إياه، مو مجرد ترجمة. أسئلتي خارجية نهائيا، ما أجيب خارجي نهائيا ولا أجيب صعبة، لكن أسئلة مركزة، من ناحية إيش مركزة؟ حتى أجبرك تقرأ. أنا شو أسوي بالمرة؟ أقدر أعطيك إياها دايركت، بس شنو إيش راح تستفاد منها؟ تتذكرها بعد كم يوم من تتعرض السؤال، من أنت تفتخر بنفسك عندك معلومات. اللي أقدر بكل بساطة أجيب لك إياها دايركت، تأخذها كوبي بس، هي أوبن بوك قدامكم مفتوحة الملزمة وتقدر تحلها، لكن أنا أريدك تتعب، أريدك تتابع هذا الكلام اللي جاي أشرحه، أريدك تتابعه، مو قضية هذا التدريسي عدة خباثة، هذا التدريسي ما أعرف شنو، هذا رأي خاص، لكن التدريسي إلى رأي، والدليل جاي أشرح لكم إياها مرة ثانية ولخصت لكم إياها مرة ثانية بسبيل تفهم معلومة. وارجع وأقول طلاب، أنا اللي أريده معلومة، ما أريد أن تحفظ اللغات، معلومة من أسئلة أنت فاهمها، هاي فكرة أريدك تجاوب دون الاعتماد على غيرك. أوكي، بالنسبة الأسئلة لا ما بيها خارجي، أسئلة مركزة، مركزة وين تلقى الجواب؟ تلقى بهذا المقطع. حاججني إذا أكو سؤال جايبته إليك بالامتحان، ثق محمد تدرس على المحاضرة، تجاوب دون الاستعانة بأي زميل إليك، ودون الاستعانة بالمحاضرة حتى. أوكي طيب، هسا نبلش بالمحاضرة، فقط هذا البلف مطالبين به. The cell is basic structural, functional and biological unit. هي الوحدة التركيبية والوظيفية والحيوية بكل الكائنات الحية، يعني ما يوجد كائن ما مكون من خلية، حتى الخلية البسيطة اللي نعتبرها بروكاريوتيك مثل البكتيريا اللي هي خلية وحدة، لكن احنا شقلنا عليها خلية، اذا كل كائن كل شيء موجود هو مكون من خلية. Cell are the smallest unit of life that can be replicated independently. الخلايا هي أصغر وحدة بالحياة، يعني الحجر الأساس الحياة هو شنو؟ السيلز. هاي الخلية كان ريبليكيت اندبندنتلي، شو قصد هنا ريبليكيت اندبندنتلي؟ بالنسبة للكائنات الكائنات الحية قلنا ريبليكيت اندبندنتلي، بالنسبة كخلية شو قصد بالريبليكيت اندبندنتلي؟ كل الكائنات الحية تضاعف صورة دون الاعتماد على كائن آخر، يعني قسمنا الكائنات بروكاريوتك وإيوكاريوتك، أنا أتكلم لكم كوني أنا شرحتها سابقا، بروكاريوتك وإيوكاريوتك هاي كل الخلايا بالتضاعف مالتها بالانقسام تعتمد على من على نفسها، الخلية حالها حال الكائن، يعني كسيل مثلا أعطيك مثال، اثناء الجروح فاكو خلايا، طبعا هو الجلد السكن منين مكون مجموعه من الخلايا كتشو نسيج ابيثيليال سيل، فيصير دمج او ضرر بهذا الخليه، زين هاي الخليه ورا فتره ترجع تلقى جلدك طبيعي، رجع طبيعته، شنو منين اجت هاي الخليه؟
كيف تكونت؟ نتيجة للانقسام، نتيجة للانقسام. إذا انقسامها شو يكون؟ اعتمدت على كائن آخر ساعتها بالانقسام؟ لا، اعتمدت على نفسها، فيكون تضاعفها بالاعتماد على نفسها independently دون الاعتماد على من؟ على خلية أخرى. زين، هاي الخلية من انقسمت، انقسمت من العدم. لو أكو خلية قبلها موجودة، أكو خلية اللي هي شو نسميها إحنا pre-existing cells، وسط القسام، هسه نتطرق لها. فهاي الخلايا يمكنها المضاعفة بصورة يعني دون الاعتماد على غيرها، على كل الكائنات الحية، عكس الفيروس. الفيروس أصلا ما محسوب لا على الكائنات الحية ولا يمها، لكن هو أكتف وسبب لنا الكثير من الديزيز وانفكشوس انفكشن العفو. وقت ما دخل الهوست، الهوست اللي هو مضيف، يلقى البيئة المناسبة، يعتمد على هالخلايا مالت المضيف الهوست سيلز، يقدر يضعف. لأن الفيروس هو عبارة عن مادة وراثية محاطة بإنفلوب أو كابسيد العفو، اللي هو يتكون بروتين وإنفلوب، هاي مكوناته، لا بعضيات ولا بأي شيء، مجرد ايجنت عامل. فشي يكون هنا ديبندنتلي، معتمد على من؟ على غيره بالتضاعف. إذا الخلية، الخلاصة، الخلية ريبليكيت اندبندنتلي. إذا قلت لك ريبليكيت ديبندنتلي شو تقول لي؟ لا خطأ، اندبندنتلي. أوكي، بالمحاضرة السابقة تطرقنا عن النظرية الخلوية والعلماء اللي سلسلة من العلماء حتى توصلوا لي بالأخير لهالخلية، بعد اكتشافهم للمجاهر وفحص الخلايا وفحص وكذا وكذا وكذا، وصلوا للنظرية الخلوية. هاي النظرية إلها عدة نقاط. أول شيء يقول لك كل الكائنات مكونة من خلايا، وضحت لكم إياها. كل الكائنات سواء بروكاريوتيك أو إيوكاريوتيك مكونة من خلايا. عندنا مثال على البكتيريا، صح هي خلية واحدة لكن هي نفس ما قلت لكم هي خلية، هي خلية. إذا كل الكائنات مكونة من خلايا. The cell is structural unit of life، قلنا هي الوحدة التركيبية للحياة، الخلية هي الوحدة التركيبية للحياة. Units smaller than cells are not alive، يعني اكو وحدة اصغر بعد من الخلية؟ لا ماكو. يونت سمولر ذان، اي وحدة اصغر من الخلية are not alive، ما موجودة. انتبهوا لهنا طلاب، cells arise by division. اذا كيف تتكون الخلايا؟ شنو منشئها؟ division. منين؟ نفس ما وضحت لكم، اذا جلد انجرح منين، فبعد فترة تلقى جلد سليم، healing يصير به، يتشافى. منين اجت هاي الخلية؟ الخلية نفسها مكانها راح شسويها طبعا، ما راح يصير بيها انقسام. شو يصير بيها؟ انقسام. فشو تكون هنا؟ خلية جديدة، سدمة الخلية اللي صار بيها دمج. اذا cell arise by division of pre-existing cells، spontaneous generation does not exist. طبعا تعرفون نظريات بأن الخلايا انخلقت من العدم، لا، هاي النظرية ما موجودة. بأن الخلايا تنتج بصورة تلقائية، مستحيل، لابد أكو خلية قبلها ناتجة عنها. Cells can be cultured to produce more cells. من مثل ما وضحت لكم، قلت لكم الفيروس ما يستطيع يعيش إلا وجود هوست، خلايا. أنا عندي فيروس معين، أرد أفحصه مثلاً، أرد أشوف شنو خصائصه، أرد أنطي فاكسين، لقاحات، أرد أعطي أنتي فيرال، مضادات للعلاج. ما معقولة أجيب لإنسان وأجربه، مثل هسه الموضوع اللي الشائك، لقاح كورونا فيروس، ناس متخوفة كونه بعد ما مجرب، وناس تقول لك لا نجربه. ليش؟ لأن هذا فيروس شخص ما يقدر يعرض نفسه للإصابة، لأن ما يعرف النتائج. العلماء من يريد يكتشف له لقاح وين يجربه؟ هو نفسه هذا اللقاح وين يجربه؟ بسيل كلتشر. إن شاء الله
موجودة من ضمن مواتكم أو بالمستقبل. البكتيريا إذا أريد بكتيريا معينة، هسه مثلا عرفنا هاي البكتيريا الفلانية علاجها هذا الفلاني، كيف تعرفنا عليها؟ سوينا مزارع بكتيريا يسمونها كلتشرات، أوساط زرعية نضع بها ميديا مخصصة، يعني وسط زرع مخصص بكل المواد والمقومات الغذائية لتنمي هاي البكتيريا، فنسميها كلتشر. السيل هم يصير كلتشر، هم يصير نضعفه، سيل يمكن نضعفه كلتشر، هذا المن يستحق ينتج له مور سيلز، ينتج مور سيلز. نفس العملية هم بالانقسام راح تضعف، فهذا يستخدم المن الأغراض البحثية. يجي لي مقارنة بين البروكاريوتيك والإيوكاريوتيك سيلز. أول سؤال، منو الأكثر، بروكاريوتيك أو الإيوكاريوتيك؟ الجواب الإيوكاريوتيك، لأن البروكاريوتيك فقط البكتيريا هي تعتبرها بروكاريوتيك، والدليل هاي أعطيتكم هنا مثال البكتيريا. هاي أول شيء. لا، بالنسبة للعدد ياهو الأكبر هو الإيوكاريوتيك أكثر من البروكاريوتيك، لأن فقط البكتيريا هي نعتبرها بروكاريوتيك. اثنيناتهم محاطات بمن؟ بغشاء بلازمي. هاي ما نعتبرها احنا نقطة فرق، لكن قلت لك لان سويت لك تجميعة للمادة ليش اتركها وبحثها، فخليتها ضمن الجدول للسهولة. نبدأ هنا بالفروقات، تفتقد للنواة وتفتقد للعضيات المحاطة بأغشية. اذا البروكاريوتيك تفتقد للنواة وتفتقد للعضيات المحاطة بالأغشية. اذا الخلايا، اذا اريد اقسم الخلايا، الخلايا شو نقول بالنسبة للخلايا؟ نقول بروكاريوتك وإيوكاريوتك، خلايا حقيقية وخلايا بدائية. البرو هي بدائية والإيو هي حقيقية. فهاي الخلايا، الخلايا بالوجود شنو نوعين؟ يعني بروكاريوتك وإيوكاريوتك. البروكاريوتك شبيها فاقدة للنواة وفاقدة العضيات المحاطة بالأغشية، بينما الإيوكاريوتك لا، النواة واضحة ومحاطة بغشاء وكذلك العضيات محاطة بأغشية. كيف إذا النواة، إحنا نعرف النواة إيش تحتوي لنا على المادة الوراثية، زين إذا فقد النواة مادة وراثية وين موجودة بالنسبة؟ لأن ما تعيش، ما معقولة بكتيريا تعيش بدون مادة وراثية، كيف تنتج البروتيناتها إنزيماتها؟ لأن أنت صحية بكتيريا، لكن كيف يسبب لك إصابات بالجسم؟ ومرات يعني بكتيريا سبب ان القروح بالجلد، نتيجة كيف دمرت الجلد؟ دمر عن طريق افراز انزيمات، زين هاي الانزيمات اذا ما عتها مادة وراثية مو معناتها ما عتها نواة حقيقية، بما معنى ما عتها مادة وراثية، لا، هي فاقدة للنواة لكن تحتوي على المادة الوراثية. المادة الوراثية مالتها جدا بسيطة، هي اما تكون سيركولر حلقية او تكون لينر اللي هي دي ان اي خطي. هذا يوجد كيف وجوده؟ موجود كفايبرس ديبوزيشن، يبين منطقة كأنها الفايبرس متليفة مترسبة، وين هاي؟ شافوها تحت الميكروسكوب بالسايتوبلازم. يعني هسه تقول لي فاقدة للنواة لكن ما فاقدة لا للدي ان اي ولا المادة الوراثية مالتها، ودائما تحتوينا على مادة وراثية واحدة اللي هي كروموسوم واحد، خلية واحدة تحتوينا على كروموسوم واحد. بينما بالإيوكاريوتيك لا، شو تحتوي إن النواة مميزة محاطة بالنيوكلير ممبرين، يعني غلاف يحيطها يعني عازلها عن السيتوبلازم. هنا لا، موجودة المادة الوراثية وين؟ بالسيتوبلازم، ما محاطة بغشاء. العضيات هنا فاقدة للعضيات المحاطة بغشية، هنا شبيها شو نقول هنا؟ have membrane bonded organelles مثل ميتوكوندريا، كلوروبلاست، لايسوزوم، rough and smooth اندوبلازم كريتيكوليوم والفاكيو. The protoplasm of prokaryotic يحتوي لنا، شوف contains the chromosomal region، يعني يحتوي لنا على المنطقة وراثية. ما قلنا كروموسومات يعني واضحة، لا، منطقة وراثية chromosomal region ذات appears، تظهر على شكل تليفات مترسبة تحت الميكروسكوب. بينما هنا اشتحتوي لنا organized chromosome، كروموسوم منظم. هذا الكروموسوم المنظم كخلية، هسه ناخذ خلية مالت الهيومن، خلية الإنسان، كل خلية كم كروموسوم تحتوي لنا؟ على 46 كروموسوم، 46 كروموسوم. هاي الخلية الوحدة، البكتيريا
تحتوي لنا على كروموسوم واحد، واللي يكون يا اما لينر او سيركولار. السيركولار هذا البلازمد يحتوي لنا على جينات محدده، هاي الجينات تفيدنا بانتاج المضادات الحيويه. مو موضوعنا، موضوعنا تقول لي هنا تحتوي لنا تفقد لي اللاكتو ذا نيوكلس، فاقد النواة، فاقد العضيات المحاطة بالأغشية، والمادة النووية مالتها تكون مترسبة، وهي أما سيركولر أو لاينر. لكن هنا النواة واضحة بالنسبة للإيوكاريوتيك وتكون محاطة بأغشية، وأيضا تحتوينا على عضيات، الأغشية تحتوي على عضيات، والمادة الوراثية أورجانيزد كروموسومال موجودة. منطق هنا بكتيريا نفس ما قلت لك هي الأكثر الإيوكاريوتيك، فقط البرو هي شعدنا البكتيريا. مطيك هنا مثال example include كل الكائنات البقية ما عدا الفيروس، احنا ما اعتبرنا كخلية حية. level of the organization، نتج كيف تتنظم انت كبشر كهيومن ككائن organism. نبدأ من احنا شقلنا وحدة البناء او الوحدة الاساسية بالحياة هي cells. اذا cells makes up all organisms، كل الكائنات منها أساسها هو السيلز. إذا جمعت خلايا من نفس النوع شو نسميها؟ تشو. من نفس النوع يعني خلايا العضلية المصل سيلز هي منين تكون؟ من خلايا المصل، نسيج يعني المصل تشو. عندنا احنا طبعا الأنسجة الضامة والأنسجة العضلية والنسيج الطلاء وغيرها من الأنسجة. كل نسيج يتكون من نوع واحد، النسيج يتكون من نوع واحد من الخلايا، تعمل مع بعضها البعض. نجي للستيب الثالثة هي الأورغان. هاي الأنسجة كل نسيج من نوع واحد من الخلايا، لكن إذا أريد أكون عضو مجموعة من الأنسجة، مجموعة من الأنسجة مثل نسيج ضام، نسيج عضلي، نسيج عصبي، فراح تكون لي عضو. الأعضاء من تنجمع تكون لي نظام، مثلا نقول السيستم يعني نيرفس سيستم، الجهاز العصبي منين يتكون لك؟ من الدماغ، من الأعصاب، وبتفاصيله يعني مجموعة من الأعضاء جمعت تكون لي سيستم. هاي السيستمات راح تكون لي أورغانيزم، هي تكون لي الكائن الحي. إذا كليفل cells tissue organ system organism. cell هي الوحدة التركيبية الأساسية، tissue هي مجموعة من الخلايا متشابهة تعمل مع بعضها، الأورغان لا. مثال على ذلك مطيك مجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها البعض بس كل أنسجة مختلفة، والأورغان system هي مجموعة من الأعضاء المختلفة. مطيك respiratory والcirculatory، والأورغانزم هو المجموعة كائنات. نبدي شرح مفصل للخلية. The cell membrane، الغشاء البلازمي إلى اسم آخر. نعم راح أبدأ بشرح الخلية من الخارج للداخل، يعني بنبدأ من الحدود وندخل المن بالديب للعضيات. The cell membrane إلها اسم ثاني، نعم plasma membrane أو cytoplasmic membrane is the biological membrane. إذن هو شنو صفته؟ biological يعني هو نسيج حيوي. That separates the interior of all cells from the outside، يفصل المكونات الداخلية لكل الخلايا عن من؟ عن المحيط الخارجي. إذن هو barrier نعتبره كحاجز. Function of cell membrane، قبل لا أشرح الفاكشن مالتها أروح للستركتشر مالتها. ستركتشر cell membrane، طلاب انتبهولي هنا بتركيب، إذا فهمت الستركتشر راح تفهم لي الوظائف. كتركيب للخلية، العفو للغشاء، السيل ممبرين تحفظي الأساسيات، يتكون من ثلاثة: ليبيد، كربوهيدرات، وبروتين. ليبيد، كربوهيدرات، وبروتين. أشر وياك ليبيد عليها رقم واحد، كربوهيدرات رقم اثنين، وبروتين رقم ثلاثة. هسه تقول فوسفوليبيد طفرتيها؟ لا، الفوسفوليبيد تابعة للليبيد، بنطيتك مثال عن الليبيد. فإذا المكونات ستركتشر سيل ممبرين هي الليبيد والكربوهيدرات والبروتين. نبجي نشرح الليبيد. الليبيد consists of two type، كل دهن موجود، كل دهن جزيئة الدهن موجودة راح تتكون لي من جزئين، جزء محب للماء وجزء كاره للماء.
هيدروفيلك وهيدروفوبك، لكن كأسألك الغشاء البلازمي يحتوي لي الليبد يا نوع تقول لي الهيدروفيلك وهيدروفوبك، لا هذا مو مثال. هو أي جزيء الدهن هي تتكون منها القطبين، قطب محب وقطب كاره. لكن أقول لك كمثال مطيته كان الفوسفوليبيد. إذا الفوسفوليبيد تابع لمن؟ للليبيد، من اسمه فوسفوليبيد، دهون مفسفرة. كون الليبيدات هي أنواع كل شهوة، أكو الليبيدات مرتبطة بالبروتينات، أكو الليبيدات العفو مرتبطة بالكربوهيدرات. فهنا أنا مرتبط بيا مجموعة، مجموعة الفوسفات اللي هي فسميناها فوسفوليبيد. إذا هو مثال علي من هذا الفوسفوليبيد تلقاه بالغشاء البلازمي. ليبيد فيزيكلز أور لايبوسوم عبارة عن حويصلات دهنية، أو لايبوسوم اللي هي اسم ثاني إلها، عبارة عن سيركولر بوكيت، شون جيبة الدائرية ومحاطة باي ليبيد باي لير، طبقة دهنية ثنائية، يعني طبقة ثنائية من الدهن. هذا مثال على من؟ على الليبيد. شنو فايدة الليبيد؟ نصعد الأول نقطة بالفوكشن. The cell membrane is flexible marine and allow unicellular organism to move. إذن الوظيفة الأولى cell membrane هي شنو وظيفتها الأولى؟ وظيفة الأولى تقول لي هي تكون مرنة. شنو سبب المرونة؟ هسه تقول لي هاي مرنة يعني مو وظيفة، لا أنا أقول لك وظيفة. كون أكو كائنات هي وحيدة الخلية، كيف تتمكن من الحركة؟ نتيجة للمرونة الموجودة بهاي الخلية. يعني مثل هسه البكتيريا وحيدة الخلية، لكن أكو مرونة، أكو مرونة. المرونة سببها هي وجود الليبيد. إذن الفليكسيبل منين جاية؟ من الليبيد. وأمس شرحت للطلاب وشرحت لكم إياها، فرضا أنت بإيدك أثناء الكتابة أو أثناء السير راح تضغط الجسم كله على اليمين على القدم. أثناء تضغط، أنت مجرد تضغط تريد مثلا تنهض، راح تضغط على إيدك أو أي إجراء عمل راح بواسطة الإيد. شنو يعني شو يصير بإيدك؟ راح يتغير شكلها لو ما يتغير؟ يتغير، لكن باللحظة يروح الطبع نفس ما نسميه، تطبع شيء يطبع على ايدك، لكن بلحظة ترجع ايدك طبيعية. ليش هي مو خلايا قابل سفنج؟ لا، هي خلية. شنو اللي ساعد بهاي المرونة؟ هي وجود الليبيد. وبالتالي فليكسيبل، دور الليبيد بالخلية هو فليكسيبل ويساعد بمن كائنات وحيدة خلية بالحركة. نجي النقطة الثانية، خلصنا من الليبيد وعرفنا نوع الفوسفوليبيد. الكربوهيدرات، الكربوهيدرات يقول لي بلازما ممبرين also contain carbohydrates predominantly. هنا شو يقصد بيها؟ يقول في كون الكربوهيدرات اكو نوعين اساسيات. يعني كربوهيدرات اعطيك اياها من الاخير، هو عبارة عن كلوكوز. اذا هو كلوكوز حسب ارتباطه، اذا ارتبط وي بروتين سمينا جلايكو بروتين، ارتبط وي ليبيد سمينا جلايكو ليبيد. اذا الكربوهيدرات موجوده نوعين جلايك، طبعا هي انواع هواي، لكن الشائعه والاكثر سياده جلايكو بروتين عند ارتباطه وي بروتين، وجلايكو ليبيد عند ارتباطه وي الليبيد. هنا انتبه لي جلايكو كاليكس شو اقصد بهنا؟ الدهون المسكرة أو الكأسية هيك لها اسم، is important feature in all cells، هي الصفة المميزة لكل الخلايا. يعني الجسم معرض للهجوم بواسطة كثير من العوامل الأصابة ونعرفها، بكتيريا، فيروس، باراسايت، فانجاي وغيرها. فالجهاز المناعي راح يتحفز ويهاجم. كيف يميز خليتك عن خلية الخلية الأخرى؟ عن طريق وجود هذا التركيب اللي هو جلايكو كلايكس. شنو يعني وجود؟ يعني هوية الاي دي مالت الخلية. اكو هذا التركيب، صحيح نسبة الكربوهيدرات جدا قليلة تقريبا 3%، والليبيدات هي 42%، والبروتينات 50%، لكن دورها الأساسي هي important feature in all cells. لذلك أرجع للوظائف،
الوظائف 1 2 3 4 5 allow sale recognition، وظيفة السيل ممبرين هي السماح بالتعرف على الخلية. كيف تتعرف؟ ومن يتعرف على الخلية؟ تتعرف عليها الجهاز المناعي. يعني انت هسه تباوع خليتك تعرفها؟ مستحيل، ولا شخص ثاني يعرف خليتك، لا، الجهاز المناعي. يقصد بهاي العبارة هو تعرف من خلال الجهاز المناعي. كيف يتعرف على الخلية؟ عن طريق الكربوهيدرات. اذا الليبيد بالفليكسيبل والكربوهيدرات هي allow cell recognition، لها وظيفة اخرى، لها وظائف غير التمييز، لها وظيفة خصوصا بالابيثيليال with microvilli. اكو زوائد مايكروفيلاي هي عبارة عن هاي المادة المتسكرة. الدراسات الحديثة اقترحت بأن هذا التركيب يساهم بالسيل ادهيجن. اذا وظيفة التمييز الخلايا والصناعة وتراكب المايكروفيلاي، وايضا بالسيل ادهيجن. البروتين، الجزء الاخير البروتين، طبعا البروتين نسبته كلش كبيره نتيجه لانه وظيفته حيويه بعمليه، لان مستحيل خليه تقدر تعيش دونه. بمن؟ بالسيل ممبرين. بالسيل ممبرين انا جاي احسب لك بالنسبه 50% مو بالخليه، لا، بالسيل ممبرين، لان هاي حتى البروتين هو التركيب الثاني من تراكيب الخلايا. The cell membrane has large content of protein typically around، نعطيك النسبه، the protein are important for cell because ليش؟ they are responsible for various biological activities. نتيجة لأهميته بالوظائف الحيوية. زين، أنواع trans، نسمة trans يعني عابر، trans membrane protein يعني عبر الغشاء، بروتينات عبر الغشاء، وتكون بأنواع. هذه وظيفتها هي نقل، ما دام trans يعني نقل. تكون ميكانيكال ستراكشر اوف ممبرين، هي تطير التركيب الميكانيكي المل للغشاء. مولكيول كارير، اكو جزيئات ناقله اللي هي بروتين كارير او ترانسبورت شانل او قنوات. بعد عندك انتجرال بروتين وبيرفرال بروتين. اذا البروتين نرجع لوظيفته، اللي بتعرفنا فليكسيبل، والكربوهيدرات يساعد بتمييز الخلايا. ارجع للبروتين وارجع للوظائف. بالانس اللي هي مستيسز، التوازن، او الى اسم ثاني الايكوبيلاريوم، الى شنو وظيفته؟ البالانس، المحافظه على على الظروف الداخليه للخليه. كيف يحافظ عليها؟ من خلال هنا الحمايه باي بلازما ممبرين. الحمايه بواسطه من؟ بلازما ممبرين. عن طريق من؟ كنترولينج، السيطره. What enter and leave the cells، ماذا يدخل ويخرج عن الخلية؟ شو يدخل ويخرج عن الخلية؟ من أعطى هاي الصفة الحماية؟ كيف يتحكم الغشاء بالحماية؟ Protective barrier هم شلون يعني؟ يعني كيف يتحكم بالداخل والخارج؟ يعني شلون تقول سيطرة؟ هو مطيك يعني controlling، سيطرة. شنو الأنطة؟ شنو قابل مخلي مثلا جنود أو شيء؟ لا، سيستم منظم ينظم regulate transport اللي هي ماذا يدخل ويخرج in and out of the cell، والسبب لأن selective permeable اختيار النفاذية، يعني اختياري، يسمح المواد بالعبور وما يسمح المواد الأخرى بالعبور. أوكي، شنو السبب اللي يخليك هنا control what enter and leave؟ بسبب selective permeable. هل نعتبر احنا complete تام من النفاذية؟ إذا لو هو تام من النفاذية بعد المن نخلينا غشاء عفا الخلية كيفها سايحة لداخل واللي طالع، ومواتها كلها سايحة للخارج بعد ما يحتاج. لذلك فهو مهمته هو selective permeable، لذلك هو يتحكم. إذا جاك سؤال يقول لك ليش يتحكم بالداخل والخارج، تقول بسبب selective permeable، أو تقول لي لأنه protective barrier. كيف regulate transport؟ لأنه selective permeable. البروتين من ضمن قلنا هاي وظيفة البروتين، يتحكم بالنقل، شنو يدخل الخلية وشنو يخرج، عن طريق من؟ عن طريق الترانس ممبرين بروتين، او عن طريق بروتين شانل او كارير بروتين، نتطرق لها احنا.
بعد يعطيك يقول لك بروفيد انكرونيك سايت فور فيلمنت العفو فيلمنت اوف سيتوسكلتون جسم الكائن الحي اي كائن منين يتكون الهيكل العظمي اللي هو سكلتون. الهيكل العظمي يعطيك قوام الخليه العفو قوام الكائن. الخليه كيف تحافظ على قوامها؟ راح ان شاء الله تطرقت لها بماده النظري انواع الانسجه يعني الانسجه الطلائيه الانسجه الحرشفيه من اللي ينظم لك هاي الشكل هو السيتوسكلتون. ايضا الغشاء البلازمي يوفر لي بايندينج سايت فور انزيم الانزيم كل انزيم الى نظريه الانزيمات هي نظريه القفل والمفتاح. شو اقصد بنظريه القفل والمفتاح؟ يعني هاي نظريه يعني كل انزيم الى عمل خاص كل انزيم الى عمل خاص ما يدخل على اي خليه اكو الى ريسبتر مستقبل ريسبتر خاص الى شو نسميه احنا بايندينج سايت وقت ما لقى الموقع مالته المحدد يقدر يعمل. ايضا انترلوكينج سيرفيس بينك سيلز توجذر ايضا يسوي الارتباط بين الخلايا بالجونكشن ويحتوينا على السيتوبلازم يحيط هو نفسه السيل ميمبرين يحيط له بالسيتوبلازم وبالتالي يحيط له بالعضيات داير ما داير العفو يحيط بالعضيات موجودة بالسيتوبلازم. ستركتشر أخذناه وعرفنا وظائفه وعرفنا شنو علاقته بالوظائف من ضمنها قلنا احنا يتحكم بالممبرين عن طريق السلكتيف بيرميبليتي كيف يسلكتيف كيف يسمح بالمواد اكو مواد تقسم اكو مواد ذائبة بالدهون واكو مواد ما تذوب بالدهون. اذا عندنا مواد ذائبة بالدهون ومواد ما تذوب بالدهون. الذائبة بالدهون مباشرة تدخل عن طريق احنا قلنا الغشامية تكون لبد وكربوهيدرات وبروتين عفوا الكربوهيدرات ما لنا علاقة بها نجي لللبد والبروتين هن اللي يدخل منهن المواد. الذائبة بالدهون وين تدخل عبر من عبر اللبد بينما المواد ذوب بالدهون وين تدخل عبر البروتين هذا البروتين اكو مواد لا تعبر بالدهن ولا بالبروتين فنجيب لها تركيب ثالث نتمكن من يمكنها من الدخول. نجي هسه يقول تايبس اوف ترانسبورت سيل ميمبرين ترانسبورت الترانسبورت الى نوعين اكتف وباسيف ترانسبورت باي ترانس ميمبرين وبروتين شانل عن طريق النقل بواسطه من عبر الاغشيه القنوات عبر الاغشيه او ترانسبورت اللي هي لا تعبر بالدهون ولا تعبر بالبروتين فنستخدم لها فيزيكال حويصلات مثل ما الاندوسايتوسيس والاكسوسايتوسيس. اوكي نجي المقارنه بين ترانسبورت تايب عندنا قلنا اول ترانسبورت تايب اللي هو النوع الاول ترانسبورت باسيف ترانسبورت واكتيف ترانسبورت وهذا شرحتها شرح الممل ومثلت لكم اياها بصعده الدرج ونزله الدرج. فاحنا قلنا الباسيف ما يحتاج طاقه كشخص صاعد السلم بينما الاكتيف شخص يعني العفو الباسيف ما يحتاج طاقه نازل من السلم فما نزل اسهل من الصاعده بينما الشخص اذا يريد يصعد السلم فيحتاج طاقه يتعب لذلك الاكتيف نعتبره صعود السلم. انت خلي قدامك الصعده والنزله فانت تفسرها. اذا الباسيف احفظها هو نازل بينما الاكتيف هو صاعد. الباسيف ما دام نازل من الدرج اذا ما يحتاج طاقه don't require energy. بعد الحركة منين راح تكون من الأعلى للأسفل من التركيز الأعلى التركيز الأوطى بعد مع الجريان كهسه افتح لك ماكينة ماي أو افتح لك أو ماكينة ماي نفرضها الماي منين راح يجي من الأعلى للأسفل فيكون انت نزولك منين من الأعلى للأسفل إلى نوعين simple diffusion و facilitated diffusion اثنينات نفس النقاط الثلاثة فوق نفس الشيء يدخلنا بصورة سهلة وبسيطة لكن الاختلاف الوحيد السمبل من اسمه سمبل ما يحتاج له واسطة بالدخول السمبل ما يحتاج له أي واسطة لكن الفاسيليتد يحتاج له واسطة. شلون الواسطة؟ هذا ما يدخل مباشرة بالغشاء إلا مساعدة كارير شو نسميه ترانسبورتر بروتين هو نفس الخطوات لا يحتاج طاقة من الأعلى للأسفل لكن فقط يحتاج ترانسبورت بروتين. يعني الفرق بين السمبل ديفيوجن والفاسيليتد ديفيوجن هو وجود ترانسبورت بروتين اللي هو بالفاسيليتد. مطيك مثال عندك انت الخلايا تحتاج الماء والاكسجين وطرح ثاني اكسيد الكربون بصوره مستمره اذا كانت تحتاج الى واسطه وهذا مثال على السمبل اذا تحتاج الواسطه اتوقع انت العراقيل راح تواجه الخليه لكن الحكمه الالهيه
وعظمة الخالق بهالأمر دون واسطة، فيساعد بمرور الأكسجين والماء خلال الغشاء حتى تحفظها، يعني نوع شنو باسف، لا يحتاج طاقة، لا يحتاج واسطة حتى. بينما الجلوكوز والأمينو أسيد جدا ضروري للخلية، ومستحيل الخلية تعيش بلا طاقة، حالها حال الإنسان. الإنسان يقدر يعيش بلا الغذاء أو الطعام؟ مستحيل. فالجلوكوز والأمينو أسيد هي ضروريات إلما للخلية، هي الخلية قبل راح تأكل، لا تصنع كمادة أساسية، تحتاج طاقة، هي الـ ATP، وتحتاج بعد غير الطاقة تحتاج تكون لك مواد، تريد المادة الخام مالتها. في الجلوكوز والأمينو أسيد، الجلوكوز هو مصدر للإنيرجي، الـ ATP بعد الحرق مالته راح يكون لك الـ ATP، والأمينو أسيد هو أساس الخلية. بروتين، البروتين تلقاه بالإنزيم، البروتين تلقاه بالهرمون، البروتين تلقاه بالغشاء، بروتين مالت العضية، بروتين وين ما تروح تلقى بروتين بروتين بروتين. فالأمينو أسيد هو المادة الخام. ذول الجلوكوز والأمينو أسيد يدخلوا لك from blood into the cell بواسطة من كارير بروتين، اللي هو ترانسبورتر بروتين. هاي مثال على من على الفاسيليتد. طلاب أنتم قدامكم المحاضرة والشرح قدامكم، فالأكسجين هو مثال على السمبل، والجلوكوز هو مثال على من على الفاسيليتد. شنو الفرق بيناتهم؟ هو الفاسيليتد يحتاج ترانسبورت بروتين. إن شاء الله واضحة. نرجع للأكتيف. الأكتيف هو يحتاج لطاقة، كون إحنا قلنا يصعد درج. النقطة الثانية الصعود يكون منين؟ من الأوطأ للأعلى. مقارنة ويل كونستريشن جرادينت اللي هي فتحة ماكينة المي، راح شو تلقى بيها أنت؟ المي منين؟ من الأعلى للأسفل. هو شو يكون؟ تصاعد من الأسفل للأعلى، فشو يكون عكسها؟ مثال عليها الأكتيف ترانسبورت. منطيك هنا مضخة الصوديوم بوتاسيوم. الصوديوم موجود داخل الخلية، فهي تطرد خارج الخلية، يدخل بداله البوتاسيوم. هذا مثال عليها. خلصنا الترانسبورت، المواد البسيطة اللي ما تحتاج لها واسطة أو شيء، يعني تدخل يا أما عن طريق البروتين أما عن طريق الدهون. لها طريق ثاني، أكو جزيئات كبيرة ما تقدر تعبر عبر الأغشية، فش تحتاج؟ تحتاج نحور شكلها عن طريق من؟ يقول ترانسبورت باي ترانس ممبرين بروتين شانل. أنواع البروتينات خذتها أنا لكم، شانل بروتين، هاي شانل، هاي القنوات البروتينية وين موجودة؟ مطمورة بالسيل ممبرين. وش تحتوي إن هاي القنوات؟ على بور، ثقوب، حتى تساعد بمرور المواد. أو كارير، مو شانل، كارير. هذا الشانل هي ثابت بالغشاء، لكن كارير لا، هذا بروتين ينتقل يطلع حتى خارج الغشاء. أوكي، هذا الكارير بروتين كان بي تشين شيب تو موف، يغير بشكله حسب المادة اللي يحتويها، حسب المادة اللي يريد يرتبط بها يغير شكله. تو موف ماتيريال فروم وان سايد تو اوف ممبرين تو ذا اذر، يعني يغير بشكله حتى عبور المواد من جزء الى جزء اخر. Transport by vesicles, endocytosis and exocytosis. النقل بواسطة الحويصلات هي الاندو والإكسوسيتوسيس. مواد لا تعبر بالبروتين ولا تعبر باللبد، فمستحيل تدخل عبر الغشاء إلا تكون لها حويصلة، وهاي الحويصة تتكون من الغشاء الخلية، تكون حويصلة وبعدين تندمج ويا الغشاء وتدخل أو تخرج. الاندو هو الداخل الخلية بين الإكسو الخارج الخلية. الاندوسيتوسيس شو نسميه إحنا؟ الاندوسيتوسيس هي عملية بواسطة يتم absorb molecule، امتصاص المواد بواسطة engulf the material، يعني شلون ابتلاعها بعملية يسموها invagination، وتكون له حويصلة. هاي الحويصلة مكونة تندمج ويا الغشاء البلازمي. الاندوسيتوسيس نوعين، هو الفاجوسيتوسيس الايتنج والبينوسيتوسيس، هو الشرب والأكل، أكل الخلوي والشرب الخلوي. الاندوسيتوسيس تحتاج الانيرجي، إذا إيش نعتبرها إحنا؟ أكتيف لو باسف، ما دام تحتاج إنيرجي نعتبرها أكتيف. إكسوسيتوسيس، إكسوسيتوسيس هو عملية طرد المواد من داخل الخلية لخارج الخلية. هاي المواد نوعها مو شرط لا تكون ضارة، لا، ممكن تكون مو فقط ضارة، ممكن مواد مفيدة مثل هرمونات، بروتينات، إنزيمات، فتكونتها الخلية تدسها الخليات أخرى، فهي عن طريق الإكسوسيتوسيس. خلصنا من الغشاء وعرفنا العضيات مالته، العفو، وتركيبه، عرفنا وظائفه، عرفنا طرق النقل. نجي للأورغان. طلاب المحاضرة صح تطول عليكم، بس هي جامعة، بدل ما تقعد ساعات تختصر الوقت بهذا الشرح. أرجع أقول لكم أي سؤال خارجي ما يجي من هاي المحاضرة وحسب الشرح، فدقق أنت، حاول، الله يسهل لكم. Cell organelles، نمثل الخلية حالها حال جسم الكائن الحي.
يعني شو قصد حالها حال جسم الكائن الحي؟ جسم الكائن الحي يتكون مجموعة من الأعضاء سميناها أورغان. الخلية خلنا نعتبرها حالها حال الجسم الكائن الحي، مكون مجموعة مو أعضاء نسميها عضيات كونها مصغر أورغانيلز. نبدأ بهاي العضيات. هاي العضيات موجودة في سائل يحتويها نسميه السيتوبلازم. السيتوبلازم هو السائل الموجود داخل الخلية، يعني مباشرة الغشاء البلازمي دخلنا للسائل هو السيتوبلازم. هذا السيتوبلازم راح يتكون لك من جزئين، هو السيتوسول اللي هو صافي، شلون سائل صافي بدون عضيات، لكن إذا جمعنا وياه عضيات نسميه سيتوبلازم. إذا السيتوسول اللي هو جل لايك سبستانس، هو مادة تشبه الجل، انكلوزد وذين سيل ممبرين، محاطة أو مغلفة بالسيل ممبرين. الجزء الثاني من السيتوبلازم هو الأورغانيلز اللي هي نعتبرها انترنال سبستركتشر، هي التراكيب الداخلية. كل المحتويات هاي مطيك ضمن احنا اللي حكيناها سابقا بالمقارنة بين البروكاريوتك والإيوكاريوتك. البروكاريوتك قلنا ما تحتوينا على فاقدة للنواة، لذلك المادة الوراثية موجودة ضمن السيتوبلازم مو مميزة، بينما بالإيوكاريوتك لا تكون المادة الوراثية مميزة ومفصولة بصورة يعني النواة هي ومادة المادة الوراثية موجودة داخل النواة، والنواة محاطة بغشاء يعني مميزة كعضية واضحة مو كترسبات ليفية. السيتوبلازم يتكون من الاندوبلازم والاكتوبلازم. مطيك هنا مختصر لها، مادة تشبه الجيلي ومحاطة بالممبرين اللي هو احنا قلنا السيتوسول. وشي يوفر لك؟ يوفر لك ميديا وسط لإجراء التفاعلات، هناك الكيميكال رياكشن، إجراء التفاعلات الكيميائية. بعد يحتوينا على العضيات اللي تحمل لك كل وحدة تؤدي وظيفة معينة وموجود بكل الخلايا. حكينا عن العضيات وقلنا فرق بين البروكاريوتك وإيوكاريوتك، ما قلنا وحدة فاقدة للسيتوبلازم لاك أوف سيتوبلازم وحدة تحت ووحدة لا تحتوينا سيتوبلازم. لا، السيتوبلازم موجود بكل الخلايا all cells. all cells يعني أنا ما قلت لك كلمة all cells، يعني البروكاريوتك والإيوكاريوتك بكل الخلايا موجود السيتوبلازم. عندك الميتوكوندريا، نجي الأول عضية الميتوكوندريا، لها اسم ثاني هي بيوت الطاقة power house، موجودة most of eukaryotic. وظيفتها هي توليد الـ ATP، وقلنا الـ ATP شنو مصدره؟ مصدره الكلوكوز، بعد حرق الكلوكوز، كلوكوز بورينج، كلوكوز بورينج، حرق الكلوكوز راح يتوفر لك الـ ATP. إذا فقط حرق الكلوكوز وين راح يصير عندك؟ بالميتوكوندريا. من اللي يولد لك الانيرجي؟ هي الميتوكوندريا. اذا نعتبر الميتوكوندريا هي بيوت الطاقه، واللي توفر لك بنزين للخليه وين تلقاه؟ بالميتوكوندريا. وين تلقاه اكثر شيء؟ ياهو اكثر خليه نشطه مور اكتيف، انت طول النهار تتحرك، يعني بكل فعالياتك الحيويه حركه. فأكثر شيء خلية هي الخلية العضلية المسل سيلز، إيش تحتاج؟ ATP. مدامها هاي اللي يساعدك بالحركة، إذا الخلية جاي تشتغل، والخلية تريد تشتغل تحتاج البنزين، البنزين اللي عبرت لكم إياه بالATP. إذا أكثر خلية ياها تحتاجها العضلية، موجود بكل البلانت والأنيمال. تحتوي الميتوكوندريا سايد سيلولر ريسبيريشن، هي عملية تنفس الخلية، ومثل لك الميتوكوندريا حالها حال. إحنا قلنا الجسم يتكون مجموعة أعضاء، الخلية تكوننا من عضيات. بالأعضاء عندنا يهب عملية التنفس الرئتين، بالخلية يا عضية هي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا منين تجيك أنت؟ ما تجي من الأب نهائياً. الميتوكوندريا ما تجيك من الأب نهائياً، بعملية الفرديلايزيشن، عملية الإخصاب. بهاي العملية بعد عملية الإخصاب بين سبيرم والأوفا راح تصير عملية الاندماج. المواد النووية فقط، مادة نووية فقط تجيك من الأب، ما تجي وياها ميتوكوندريا، فقط المادة النووية. الميتوكوندريا ما تدخل الأوفا، بينما الأوفا المادة النووية والمادة والسيتوبلازم وعضياتها، يعني كخلية هي خلية البيضة مادة الأنثى تحتوي محافظة على العضيات كاملة، بينما المادة اللي تجيك من الرجل فقط تاخذ
المادة النووية ما تأخذ ميتوكوندريا. إذا أسألك سؤال أقول لك الأصل ميتوكوندريا بالفيتس منين تجي؟ بالجنين أو حتى كشخص بالغ الميتوكوندريا مالتي منين أجت؟ فقط من المدار. بينما المادة النووية من كلاهم، لذلك بعملية الخصاب إحنا الخلية الوحدة 46 كروموسوم، فالرجل يطلع 23 والمرأة تطلع 23، لذلك المادة النووية بيناتهم مشاركة، لكن الميتوكوندريا فقط من الأم. الميتوكوندريا كتركيب ستركتشر مالتها هي إلها outer and inner membrane، غشاء خارجي وغشاء داخلي. فهاي الأغشية أعطتها مخصصات. يعني شنو مخصصات؟ يعني مناطق راح تتكون مناطق، وكل منطقة إلها صفة مميزة. يعني الأوتر ميتوكوندريا ميمبرين راح نقسم الخمس مناطق. أوتر هي منطقة الغشاء الخارجي، والإنير ميتوكوندريا ميمبرين هي الداخلي اللي هي رقم ثلاثة، The Inner Mitochondria Membrane، الغشاء الداخلي الميتوكوندريا اللي بيناتهم نسميه Inter Membrane Space، يعني المسافة بين الغشائين. هاي المسافة تكون بين Outer and Inner. بعد عندك من ضمنهن هي الكريستا سبيس. الكريستا سبيس هنا بالتعداد خطأ، هنا تكتبون أربعة والأخيرة خمسة. The Crystal Space كريستيا، شنو قصده هنا كريستيا سبيس؟ هي عبارة عن طيات. هل هي بالأوتر ممبرين؟ لا، بالإنير ممبرين. يعني شنو؟ formed by folding the inner membrane، يعني هو نفس الغشاء الداخلي لكن شبيه طيات. هاي الطيات سميناها الأعراف. شنو وظيفتها؟ احنا قلنا ما دام هي تنفس خلوي فنحتاج مساحة أكبر لعملية حرق الأكسجين، العفو الكلوكوز، من أجل توفير الـ ATP، فتحتاج مساحة كبيرة. هاي المساحة كيف يزود لك بالميتوكوندريا؟ عن طريق هاي الفولدينج أو الأعراف. Increase surface area for more chemical reaction، من أجل عمليات الكيميائية تحدث أكثر. أربعة الماتريكس. ماتريكس شو قصد بالماتريكس؟ هي المسافة ما الغشاء الداخلي. خلصنا من الميتوكوندريا وعرفنا تركيبها، نجي للعضية الثانية الاندوبلازم كروتوكوليوم. الاندوبلازم كروتوكوليوم هذه العضية وين تكون مرتبطة؟ بصورة عامة قبل لا أقول لك الرف اندوبلازمك ولا السموث، هاي العضية تحفظ له وين متصلة؟ متصلة مرتبطة بالغشاء الغلاف النووي، هو نيوكلير انفلوب من جهة بالغلاف النووي، والجهة الثانية بين مرتبطة بالغشاء البلازمي، يعني مرتبطة بين الغشائين، بين من جهة بالغشاء النووي وجهة بالغشاء البلازمي. كم نوع حنا؟ نوعين، الرف الملسى الرف الخشنة والسموث الملسى. كل واحدة لها وظيفة محددة، كل واحدة لها وظيفة محددة. نجي كتركيب بصورة عامة قبل لا أدخل لك بالوظائف، ومن أجي أسألك أقول لك إندوبلازم كروتوكوليوم، كل الإندوبلازم كروتوكوليوم تصنع لي لبت؟ تقول لي لا خطأ. كيف خطأ؟ لأن السموث هي تصنع لبت، بينما الرف تصنع البروتين. هسه أطرق لكم إياها طلاب فانتبهوا. يقول لك الإندوبلازم كروتوكوليوم، خلنا نعطيكم السطر الثالث، تلقى ناون أز سيسترنا. شو قصد بهاي السيسترنا؟ هاي راح تاخذوها هم بمحاضرات ثانية. أو كتل أي تركيب غشائي، يعني تجويف ومحاط بغشاء، شو نسمي هذا؟ سيسترنا. إذن أي تركيب تجويف ومحاط بغشاء نطلق عليه اسم سيسترنا. كبديهيا هي عضية، ما دام عضية وبخلية حققت نواة، إذن شو تكون؟ شو تحتوينا على غشاء؟ خلصنا منها. زين شنو تركيبها؟ عبارة عن شبكة مسطحة من التجاويف أو الأنابيب المحاطة بممبرين. مدام تجاويف أو أنابيب محاطة بممبرين شو نسميها؟ سيسترنا. الإندوبلازم is the inner core of the cytoplasm and membrane of the endoplasmic continuum. هنا أقول لك الإندوبلازمك متصلة continuous with outer membrane of the nuclear envelope، يعني من جهة مرتبطة بالغشاء الخارج مالت من مالت nuclear membrane، أو بعد وين مرتبطة؟ بالسيتوبلازم membrane. زين يجي هنا يقول لك هي موجودة بكل الخلايا؟ صح موجودة بكل الخلايا، لكن بعض الخلايا فاقدة إلها، مثل من مطيك هنا أنا مثال الرد بلس سالز. الرد بلس سالز كريات الدم الحمراء
خالية من كل العضيات، فأي شيء من أقول لك هذا موجود وين ما موجود، مثل أي عضية طكاه تقول لي ما موجودة بال RBC. وبعد السيرماتوزا سبيرماتوزا العفو، هناك نوعين من شبكة الأندوبلازمية، هي الرف والسموث. وليش سميناها رف وليش سميناها سموث؟ حسب وظيفته. فمطيك هنا مختصر يقول لك هي network of hollow membrane tubules، أنابيب غشائية مجوفة، إذا سميناها سيسترنا. connect to nuclear envelope and cell membrane، وهاي طلقتكم إياها متصلة من جهة بالnuclear envelope، الغلاف النووي الأوتر، أوتر يعني ممبرين، الجزء الخارجي يعني من الغلاف النووي، يعني ما داخله ديب بالنواة. and cell membrane function synthesis of the cell product، شنو وظيفتها؟ تسوي لك تراكيب وتصنع لك المنتجات الضرورية للخلية and transport، وتنقلها أوضح لكم كيفية نقلتها. لكن تراكيب أكثر شيء راح تصنعه عندك بالشبكة الأندوبلازمية مواد اثنين، هي البروتين، وإحنا قلنا البروتين هو أساس كل المنتجات الخلوية اللي تحتاجها. بروتين يصنع لك ويصنع لك شيء ثاني هو الليبد، إذا بروتين ويصنع لك الليبد. البروتين والليبد من ضروريتهم هي ضروريات تحتاجها للغشاء، للغشاء العضيات، يعني ما تصير عضية بلا غشاء، والغشاء هو من الليبد وبروتين. نبجي للرف اندوبلازم كروتوكوليوم، قبل لا اندوبلازم كروتوكوليوم اقول لك هي من قلت لك بروتين، يعني واذا بروتين، بروتين ضروري بالانزيمات بالهرمونات، وعدتكم اياها بكل شيء يتعلق بالخلية نحتاج لبروتين، اذا ضرورية شبكة الاندوبلازمية بل ضرورية. نجي هسه مقارنة بين الرف اندوبلازم كروتوكوليوم والسموث. بالنسبة للرف ليش سميتها اول مصطلح الرف، ليش انا سميتها رف؟ خشنة بسبب وجود الرايبوسوم. اذا شنو وجود الرايبوسوم؟ مطيك هنا أنا بروتين مانفكتشرينج رايبوسوم، هي مصانع لصناعة البروتين، مصانع البروتين من هي الرايبوسوم، ما دام هي موجودة بالرف، إذا يا جزء من الشبكة الأندوبلازمية يصنع البروتين، الرف لو السموث؟ الرف. بالمقابل السموث خالية من الرايبوسوم، إذا تصنع بروتين؟ لا ما تصنع بروتين، هذا أول فرق، وجود الرايبوسومات، هناك عدم وجود الرايبوسومات. الفرق الثاني، صنع بروتين، هناك شو صنع لك؟ ليبيد، دهون. عاد لك اياها انا اقول لك هذا رايبوسوم اون سيرفيس، هناك ما عندها رايبوسوم. ميك ممبرين بروتين اند بروتين فور اكسبورت اوت اوف ذا سيلز، صنع لي بروتين الضروري الما للغشاء مالت الخليه نفسها، وايضا صنع لك بروتين من اجل تصدره خارج الخليه. يعني شو تصدره خارج الخليه؟ خلية محتاجة إنزيم، خلية محتاجة هرمون، خلية محتاجة بروتين الغير مكان يعني غير فعالية ككارير بروتين، كارير بروتين ينقل هذا البروتين، الصنعة الخلية والصدرة. وين الصنعة؟ بالشبكة الأندوبلازمية. لا ما أقول الشبكة الأندوبلازمية، لا بد أحد الرف أندوبلازميك روتيكوليوم، لأن أنا ذاقت الشبكة الأندوبلازمية بما معنى حددت السموث و الرف. اذا هنا النقطه الثالثه بالمقارنه، قلنا ذيك هاي بيها رايبوسومات ذيك ما بيها رايبوسومات، الشبكه الاندوبلازميه الخشنه تصنع البروتين، ذيك بيها ما تصنع البروتين. البروتين بما تستفاد به هنا ممبرين بروتين لصناعه بروتين الغشاء، والبروتين فور اكسبورت سيلز، هناك الما تحتاج الليبد، الما تحتاج هناك تحتاج الليبد للغشاء ايضا، وتصدره من اجل الهرمونات الاسترويديه. يعني احنا الهرمونات مو فقط عندنا هرمونات جلايكوبروتين او شيء مثل عندنا هسه الانسولين، هو عباره عن جلايكوبروتين بروتين بروتين، بينما الهرمونات السكس هرمون، الهرمونات الجنسيه هي ستيرويد دهنيه. ف اذا هناك احتاجيناها بمن صناعه للممبرين وايضا للهرمونات الاسترويديه. نجي هنا they are then threaded into interior of the roof to modified and transport. بعدها تنتقل هاي البروتينات المن بالشبكة حتى تستعد للتعديل والنقل. التعديل والنقل كيف يحدث نوضحها. مصنع للليسوزوم انزيم، طبعا هي تصنع لك الليسوزوم، انا طرقت لكم اياها قلت لكم تصنع انزيمات وهرمونات، فمن ضمن الانزيمات اللايسوزوم انزيم.
يعطي بصمة. احنا صحيح صرنا عندنا انزيم، بس هذا الانزيم ما اعرف وين يشتغل. يا هالاختصاص طلاب انتبه، الشبكة الاندوبلازمية تصنع البروتين، جزاها الله الف خير، ياهي منهن قرف صنعت البروتين، لكن اكو تاتش بصمة. البصمة يا اللي يسويها جهاز كولوجي، جهاز كولوجي ما يصنع لك البروتين، جهاز كولوجي يعدل لك موديفيكيشن على البروتين، يعدله وينقله. اذا جهاز كولوجي هو مو مصنع، المصنع عندنا فقط الشبكه الاندوبلازميه، وهم ارجع اقول لك الرف اندوبلازم كريتيكوليا، مو كل الشبكه الاندوبلازميه، لكن جهاز كولوجي هو اللي يضيف لك بصمه. مثلا هنا اقول لك لايسوزايم انزيم، لايسوزومال انزيم، صنعت لك لايسوزومال انزيم ياها الشبكه الرف اندوبلازم كريتيكوليا with mannose 6 phosphate marker. هاي المانوس 6 phosphate يضيفه هو على هذا الانزيم، يا هو added in the size collagen network. اذا ياه العدل جهاز كولوجي. manufacture of secreted protein، مثل ما وضحت لك قلت لك هو يصنع البروتينات ويصدرها. اذا هنا هو مصنع للبروتينات المفرزه اللي تريد تفرزها. integral membrane protein، اذا يا هل صنع لك هذا الانواع البروتين عرفناه احنا بالاخشيه، هي البيرفورال والانتجرال والترانس ممبرين. نوع الانتجرال ممبر بروتين ذا ستي امبيدد ان ذا ممبرين اوف از فيزيكال اكسايت اند بين تو ذا نيو ممبرين، يصنع لك انتجرال ها ممبرين اللي هي موجوده وين؟ بالحويصلات الخارجه. يعني انا من كملت البروتين وصنعت البروتين حطيته بمن بحويصله، هاي الحويصله راح تخرج وين؟ تندمج لي وي جهاز كولوجي عن طريق البين تو ذا نيو ممبرين. نجي للسموث، عرفنا احنا بدون قبل لا نوصلها عرفنا شنو وظيفتها. ذا سموث هي خاليه من الرايبوسوم، شوف لاكس تو ذا رايبوسوم اون ذا سيرفيس. بعد تتصل وين مكانها؟ تتصل بنهايه الشبكه الاندوبلازميه الرف. ميك سيل برودكت يوز انسايد ذا سيلز، تنتج منتجات وين تستعمل؟ داخل الخليه. ميكس ممبرين ليبيد، اذا شو صنع لك هنا ممبرين ليبيد، هناك صنعت لك ممبرين بروتين، هنا كونت لك المنتجات داخل الخليه، هناك داخل وخارج الخليه. بعد ريجوليتد كالسيوم، ريجوليتد كالسيوم يعني ينظم لك الكالسيوم، لذلك وين تلقاه؟ بالمسل سيلز. ليش هنا بالمسل سيلز؟ مسل سيلز هسه لاحظنا به وجود الميتوكوندريا ولقينا الرف السموث، لكن كسموث انا ما اعتبر سموث بوفرة، يعني ما موجود بالخلايا العضلية الشبكة الاندوبلازمية ملساء بالعدد اللي نلقاه بالليفر. لا، بالليفر اكثر مكان يتواجد به الشبكة الاندوبلازمية الملساء هو بالليفر. ليش؟ لان لها قدرة ديستروتوكسيك سبستانس. الليفر اخذت درج علاج كحول، ذولي بهم مواد توكسن سامة، كيف يتخلص الجسم منها؟ عن طريق الليفر، هو معمل لتعطيل هاي المواد السامة، يسمونها دي توكسيكيشن. فإزالة هاي السموم من اللي يساعد الليفر؟ الشبكة الاندوبلازمية الملساء. كريجوليت كالسيوم هو ينظم لك الكالسيوم، الكالسيوم مهم بالعضلة عن طريق تحكم بالخيوط الأكتين والمايوسين اللي هي سبب الانقباض وانبساط العضلة مثل ما وضحت لكم. فأنت تلقائيا راح تعرف وين موجود سواء هذه الشبكة الملساء، تلقاها بعدة أنواع خلايا سواء بلانتا أو أنيموز، ووضحت لك مثل تلقاها بالمسل سيلز بالليفر وغيرها. الكولوجي أباراتس هم عضية، انا اعتبره سياره. اذا كولوجي تعتبره انت سياره، كيف سياره؟ كولوجي اباراتس يتكون من قسمين، هو قسم السايز وقسم الترانس. هسه تقول لي شنو السايز وشنو الترانس؟ السايز اكو جزء بالبروتين اسمه سايز، فكون هذا جهاز كولوجي يستقبل البروتين اللي المنتج او مصنع بالرف اندوبلازم كروتوكوليوم بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه، صنعه ودزاء المن بحويصله المن دزاء جهاز كولوجي. جهاز كولوجي اندمج ذيك الحويصله وي غشاء جهاز كولوجي، دخل وين؟
جهاز قولجي بليا جزء بجزء السايز. ليه سمينا سايز؟ كونه البروتين بجزء اسمه سايز. كل بروتين يتكون من جزء اسمه سايز، فهذا السايز يدخلك الجهاز قولجي فسميناه سايز قولجي نتورك. ذا ترانس ورا ما كملنا وسوينا عليه تعديلات، فدوم يبقى هو بجهاز قولجي؟ لا، راح يكون لي حويصلة هم وتنقل، تنقل بواسطة من جهاز قولجي باسم من ترانس، يعني ناقل. إذن هسه جزئين، جزء السايز هو المستقبل وجزء